من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس حالياً على السوشيال ميديا هو موضوع ترشيد الكهرباء. وهنا عايزة أوضح أنه تقريباً موضوع ترشيد الكهرباء من المواطنين ده موضوع متعارف عليه جداً في كل البلاد الكبيرة والمتقدمة، وبالمناسبة الناس بتعمل ده بنفسها في العادي من غير ما يكون في انقطاع للكهرباء أو يكون في أي شيء. يعني باختصار كده الموضوع بقى أسلوب حياة بالنسبة لهم. وبما ان الموضوع ده بقى شاغل بال ناس كتير، ولقينا كتير من الناس بيسالوا على السوشيال ميديا ازاي نقدر يا جماعه نرشد الكهرباء، هل في اي اساليب او افكار ممكن تساعدنا ان ده يبقى فعلا اسلوب حياتنا بشكل عام؟ فقررنا اننا نتكلم النهارده عن الموضوع ده ونشوف معاكم ازاي نقدر نخلي ترشيد الكهرباء اسلوب حياه بالنسبه لينا. وعشان كده هيكون معانا دلوقتي مداخله مع الدكتور حافظ السلماوي استاذ هندسه الطاقه. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك كده ازاي نقدر نرشد الكهرباء ويبقى ده هو اسلوب حياتنا اليومي. هو طبعا في الترشيد بينقسم الى جزئين، جزء خاص بالقطاع المنزلي وده له اجراءات معينه، وفي الترشيد بالقطاعات الاخرى زي القطاعات الصناعيه والتجاريه والزراعيه والمرافق العامه. بالنسبه للقطاع المنزلي احنا في عندنا 5 اجهزه رئيسيه هي اللي بتستهلك الكهرباء في البيت: التلفزيون والريسيفر، الثلاجات، السخانات، الاضاءه، التكييف للي عنده تكييف. مظبوط. طبعا في اجهزه اخرى زي الغسالات وزي المراوح وادوات المطبخ الاخرى او الادوات المنزليه الاخرى، المكنسه، المكوى وما الى ذلك، انما دول وزنهم، انما الخمسه الكبار هم اللي قلنا عليهم. اوكي. كل واحده من دول لهم اهميه في عمليه الترشيد. فطبعا بالنسبه للتلفزيون وللريسيفر مؤكد ان احنا لا نترك تلفزيون شغال دون وجود حد بيتفرج عليه. مظبوط. يفضل ايضا اذا كان لمده طويله هيترك التلفزيون والريسيفر ان احنا نفصله بدل ما نسيبه على الستاند باي اللي هي علشان نشغله بالريموت في اي مفهوم. وقت. ده يفضل. طبعا في بقى اجراء اللي عنده التلفزيون من القديم اللي هو كان بيشتغل زمان بالانبوبه الكاثود اللي هي الشاشه القديمه ديت، طبعا دي التلفزيونات القديمه دي بتستهلك يمكن من 3 إلى 4 مرات استهلاك التلفزيونات الجديده اللي هي بالشاشه ال سي دي. بس ده يعني على المدى البعيد. اذا اتكلمنا على الثلاجات، مهم جدا في الثلاجات ان تكون في مكان جيد التهويه، ان يكون الاطار بتاع الثلاجه الكاوتش بتاع الباب بتاعها سليم والباب مش معوج او حاجه زي كده، ان اذا كانت الثلاجه من النوع اللي ما بيحصلش فيها اوتوماتيك ديفروست يبقى لازم اعمل لها ديفروست انا كل اسبوع او 15 يوم على الاكثر، لان تراكم التل داخل الثلاجه بيخليها ما تسقعش كويس فيخلي الثلاجه تفضل شغاله لمدد اطول. وعلى فكره الازمه اللي احنا بنواجهها وزياده الاستهلاك مش فقط في التكييف ولكن ايضا في الثلاجات، اللي انا نعلم ان مصر فيها حوالي فوق ال 26 مليون ثلاج، فبالتالي دول لو زاد عدد ساعات تشغيلهم نتيجه للحر الزايد، نتيجه ان احنا مش حاطين ثلاجه في مكان كويس، نتيجه ان احنا بنفتحها ونقفلها كتير او بنفتحها ونقعد نفكر هنعمل ايه، كل دي اجراءات بتؤثر جدا على استهلاك الثلاجات. فده بالنسبه ناحيه الثلاجات. سخانات المياه اعتقد في فصل الصيف من الافضل لو في سخانات مياه كهربائيه ان احنا نفصلها وما نشغلهاش غير وقت الاستخدام، حد عايز يستخدم هذه السخانات، واحيانا يمكن المياه احيانا بتيجي من الخارج اسخن من السخان نفسه في الجو الحر الشديد جدا. صح. فيفضل فصل السخان ولا يتم توصيله غير وقت الاحتياج. بالنسبة للإضاءة طبعا استخدام اللمبات الليد، إنما أيضا الأهم من استخدام لمبات الليد إن أنا ما اتركش إضاءة مش محتاجها أغادر الأوضة، أقفل النور، أقلل النور أو استخدم النور بالقدر اللي أنا محتاجه. يمكن احنا في الأجازة إنما أثناء المذاكرة استعمل أباجورة بدل ما أحط لمبة في سقف الغرفة 200 واط، استعمل أباجورة 40 واط تديني إضاءة، أو يعني 40 شمعة تديني إضاءة كافية بالنسبة لي. طبعا 40 واط ده بالكلام القديم، إنما بالليد طبعا بتكلم اللي هي 7 أو 9 واط.
مفهوم. بالنسبه طبعا للتكييفات، ان انا اشغل التكييف على ما بين 23 و25، لان هي دي درجه حراره الارتياح بالنسبه للانسان، ان ما تسيبش باب مفتوح او شباك مفتوح او الشباك يكون فيه تسريب هواء، لان ده بيقلل من الاثر بتاع التكييف، فبيشغل التكييف لمدد اطول. ان انا انظف الفلتر بتاع التكييف في بدايه فصل الصيف، لان بيتراكم عليه اتربه من الداخل، فبالتالي بيخلي التكييف يشتغل اكثر ومش حاسس بتبريد، تاثير التبريد، لان مفيش تدفق طالع من الهواء نتيجه لان الفلتر بتاعه مسدود. فدي كلها اجراءات صيانه العاديه. حضرتك يا دكتور وانت بتتكلم يعني برضو لاحظت ان احنا مش بس بنرشد بالكهرباء، هو احنا بنرشد كمان لنفسنا، يعني فكره ان احنا بنحافظ على حاجاتنا اكتر ماديا، الحاجه طبعا مش هتبوظ اسرع بسبب الطريقه اللي احنا بنستخدم بيها الحاجه، مش هندفع كهرباء اساسا في بيوتنا اكتر من الطبيعي او اكتر من اللي احنا محتاجينه، وكل ده كمان بيؤدي في الاخر لترشيد في الكهرباء عامه. بالظبط، وانا برضو بقول وان كان يعني الوقت اتاخر عن ده، نتوقع فواتيرنا في شهر يوليا هتكون مرتفعه طبعًا. جدا، لان احنا اتنقلنا كلنا لشرايح اعلى، لان استخدمنا بكثافه جدا، صحيح الحر ومقدر وكله، انما نتوقع هذا، وبالتالي اي ترشيد او اجراء احنا بنعمله احنا اصحاب المصلحه، زي ما حضرتك اللي قلتي الاساسيين، احنا مش بنرشد للاخرين، احنا بنرشد لروحنا. صحيح ترشيدنا بيفيدنا ويفيد الاخرين، لان انا لو رشدت في بيتي هأتيح كهرباء ما تتصلش، فربما شخص اكثر احتياجا لهذه الكهرباء يجدها متاحه بالنسبه له. يعني يا جماعه مش لازم فكره اللي هو ايه ماما افتحي لي التكييف ساعتين قبل ما اوصل عشان يسقع الاوضه. يعني بلاش الحاجات اللي هي الزياده قوي دي. طيب بالنسبه للطاقه الشمسيه يا فندم، هل ممكن تفرق معانا كتير؟ طبعا تفرق معانا كتير جدا. يعني في حاجتين مهمين جدا. الطاقه الشمسيه تتميز طبعا ان احنا بناخد طاقه من الشمس، بس ده لا يعني ان احنا نهدرها، يعني مش معنى ان انا مركب طاقه شمسيه وان انا دفعت خلاص ثمن النظام الشمسي بتاعي ان انا اسيء بقى استخدامها واسيب التكييف برضه شغال، لا لازم ارشد. طب هو في ناس يا دكتور ما بتفهمش، بتقول طب ما هي دي حاجه جايه من الشمس، ازاي انا ممكن اكون بسيء استخدامها؟ لا، ما انا برضو جايه من الشمس هذه الطاقه، في نظام اسمه القراءة الصافية، بمعنى أصح إن أنا لو استهلكت الكهرباء اللي جاية من الشمس دي في بيتنا كان بها، استهلكتهاش وفي فائض وطلع للشبكة هاخد بيها فلوس أو بتتشلي في حسابي، بحيث الأشهر اللي الشمس فيها ضعيفة هم بيعوضوني أو بيخصموا من فاتورتي بقيمة اللي أنا اديته لهم في الأشهر اللي الشمس اللي فيها عالية، فأنا المستفيد طبعا. فأنا ما استنفذش كل الطاقة الشمسية اللي جايالي في الأشهر اللي فيها الشمس ساطعة وبتديني شمس، أديها للشبكة، وبعدين في الأشهر اللي الشمس فيها ضعيفة واستهلاكي عالي الشبكة هترجع لي تاني وتخصم لي من استهلاكي، فأنا استفدت منه فلا أسيء استخدامه. إنما طبعا المحدد للطاقة الشمسية هو قد إيه المساحة المتاحة عندي، أعلى سطح المبنى أو بجوار المبنى على حسب يعني الظروف، وهل هذه المساحة فيها عليها بيجي عليها ظل من مباني مجاورة ولا ما بيجيش عليها ظل من مباني مجاورة. فإذا كان هذه المساحة كل كيلو وات بعوزه بعوز حوالي 10 متر مربع، فلو عايز أركب 5 كيلو وات أعلى المبنى بتاعي لابد أن يكون السطوح بتاعي على الأقل في مساحة متاحة 50 متر مربع، وفي نفس الوقت ان ما يكونش بيجي ظل عليه من مباني مجاوره تؤثر عليه، وعشان كده هي بتبقى اكثر ملائمه في المدن والمناطق الجديده، باعتبار ان المباني كلها ارتفاعات متقاربه، مفيش مباني بتضلل على مباني اخرى، وبالتالي بتبقى اكثر سهوله يعني. طب يا دكتور يعني هي تركيبها سهل في المنازل؟ لا تركيبها سهل، وفي هناك النظام موجود شركات مؤهله، باعتبار ان انا راجل في القطاع المنزلي ما عنديش فكره على التفاصيل الفنيه ولا اعرف اعمل مناقصه ولا افاضل ما بين عروض،
في قواعد اتحطت لتأهيل الشركات، وقائمة بالشركات المؤهلة ديت موجودة على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وعلى موقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. بخش بشوف هذه الشركات، أنا متأكد أن كل هذه الشركات اللي موجودة في القائمة عندها المعرفة الفنية والقدرة اللي تضمن لي أن تقدم لي خدمة جيدة، زائد أن هذه الجهات تراقب هذه الشركات بحيث لو جت شكوى من هذه الشركات انه ركب بطريقه مش سليمه، انه بعد ما ركب وحصلت اعطال ما سالش فيا وما قدمش خدمه ما بعد البيع وما الى ذلك، لما بتيجي شكاوى معينه بيتحط له بوينت سيستم وممكن انه يرفع من القائمه او يخفض تصنيفه في القائمه وفق ده. فده يديني اطمئنان انا كمنزل ان انا اي شركه هختارها من هذه القائمه انا متاكد انها بتحقق المعايير المناسبه. طيب دكتور، هي تكلفتها ايه؟ تكلفتها هل هي مرتفعه ولا عاديه؟ هل اي بيت يقدر ان هو يعمل طاقه شمسيه في بيته؟ انا ما اعرفش، هقول لك التكلفه حسب الله. احنا بنتكلم ان الكيلو وات الواحد بيتكلف ما بين حاليا نتيجه لارتفاع سعر العمله ما بين 25000 و30000 جنيه. فاحنا بنتكلم ما بين 25000 و30000. الشقه العاديه الكيلو وات الواحد بيطلع في القاهره في السنه كلها 1600 كيلو وات ساعه. فانا لو ما بشوف استهلاكي، طبعا انا بركب بالقدر ان اشيل الشرايح اللي هي العاليه، يبقى سعر الكهرباء ابقى في الشرايح الواطيه ومدفع اقل. فلو اتكلمنا ان حد عايز يركب في حدود 3 كيلو او 2 كيلو يبقى بنتكلم ما بين 50000 الى 75000. اوكي دكتور، بشكر حضرتك جدا على المداخله. دكتور حافظ سلماوي استاذ هندسه الطاقه، بشكر حضرتك جدا.